يشتكون من قل الخدمات ويناشدون أيضا جهات الاختصاص والحكومة وجميع الشركات بتقديم يد العون لسكان منطقة مرادة، تهالك البنية التحتية وجميع الخدمات ولا يوجد أي خدمات لسكان منطقة مرادة، وبخصوص الوضع الأمني داخل الحقول النفطية ينضم إلينا الناطق باسم سرية مرادة المقاتلة التابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية. لو حدثنا عن كيفية تأمين الحقول النفطية من قبل جهاز حرس المنشآت النفطية وسرية مرادة المقاتلة. سرية مرادة المقاتلة تشكلت بناء على تنادي شباب منطقة مرادة في فترة 2011، وذلك يوم 20/8 تحديدا. تشكلت بناء على رغبة الشباب من المنطقة في المحافظة على قوة الليبيين على الحقول النفطية القريبة من منطقة مرادة، والتي تمتد في رقعة واسعة. الشركات اللي تم تأمينها من قبل السرية هي شركة حقل 47 البيضة التابعة لشركة الخليج العربي للنفط، وكذلك حقل السماح التابع لشركة الواحة للنفط والمحطات التابعة لها، وكذلك خطوط نقل النفط من الحقول إلى الموانئ النفطية اللي هنا ميناء السدرة ورأس لنوف، وكذلك المحافظة على راحة وحماية الموظفين المتواجدين بالحقول، وكذلك تأمين وسائل النقل الخاصة بها. طبعا السرية شاركت في عديد المعارك في المحافظة على الحقول من العصابات الإجرامية والإرهابية، طبعا شاركت في تحرير سرت مؤخرا، وقبلها كان الاجتياح المقدس طبعا شاركت فيه بمجهودات سرية، وكذلك اشتباكات مع الدواعش في عدة مواقع، منها الاشتباك في منطقة العقيلة والتي تم فيها القضاء على جماعات الإرهابية التي اعتدت على المنطقة، وأيضا في اشتباك في حقل 47 والذي للأسف الشديد أن فقدنا فيه الرجال من السرية الذين احتسبهم عند الله من الشهداء. السرية كذلك اشتبكت مع الدواعش في منطقة تدعى منطقة قارة جهنم، الشهداء كان في تلك المعركة 5 أفراد من السرية. السرية ولله الحمد تؤمن رقعة واسعة، تؤمن من حقل السماح الموجودين فيه نحن حاليا مسافة 150 كيلومتر في اتجاه الشرق إلى منطقة الهروج الذي موجودة بها أقرب حقل له اللي هو حقل الناقة، والذي يبعد عن الشريط الساحلي مسافة 500 كيلومتر تقريبا. كذلك تؤمن محطة القطار التي تبعد عن حقل السماح 150 كيلومتر، وجميع المحطات في هذه الرقعة المترامية الأطراف الصحراء. أنت طبعا لما وصلت للحقل هنا شفت صعوبة الوصول، طبعا الموظف لما يوصل للحقول النفطية يجب أن يكون مرتاح مؤمن. الحمد لله بشهادة مراقبي الحقول ومدراء الشركات، الموظف في الحقول راحته النفسية يعني يعامل معاملة أخ من قبل أفراد السرية، وذلك لزيادة القدرة الانتاجية للحقول. نعم، لو تحدثنا على أهمية تأمين الحقول بالنسبة لرجال سرية مرادة المقاتلة التابعين لجهاز حرس المنشآت النفطية، ماذا تعني لكم الحقول النفطية من ناحية التأمين؟ الحقول النفطية قوت الليبيين جميعا، وتحديدا شباب أو أفراد سرية منطقة سرية مرادة المقاتلة، لأنهم أولا تعتبر أمانة من قبل الليبيين كافة في أعناق أفراد السرية لأنهم في أقرب منطقة، وأيضا لأن فقدنا رجال من أجل حماية هذه الحقول، ولا نريد أن نهدر دم الشهداء التابعين للسرية وكذلك مشهودات القوات المسلحة. وطبعا في هذا الخصوص نشكر اللواء ناجي المغربي آمر جهاز حرس المنشآت النفطية، وكذلك سيدي المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر. نسأل الله أن يحفظك. إن شاء الله. بارك الله فيك.
إذن كما شاهدنا الوضع الأمني في الحقول النفطية ممتاز جدا، رجال حرس المنشآت النفطية عازمين على تأمين الحقول وعدم السماح للميليشيات وأيضا للمرتزقة بالمساس بهذه المؤسسات المهمة وقود الليبيين. أيضا ستكون لنا جولة داخل المناطق المتضررة من عدم تقديم الخدمات لهذه المناطق من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وكذلك من قبل الحكومة، منطقة مرادة، منطقة العرقوب، منطقة العقيلة، البريقة، إجدابية، جميع هذه المناطق المحيطة بالهلال النفطي. ستكون لنا جولة قريبة هناك ستكون معنا في ساعات إخبارية قادمة أحمد جمعة موفد قناة ليبيا الحدث، كنت معي مباشرة من هناك، شكرا جزيلا لك.